مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات ماثماتكس. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة، واليوم رح نكمل عن الويكس والدايز، ورح نتعلم شي جديد هو المانس أوف ذا يير، يعني أشهر السنة. يمكن أنتم تكونوا بتعرفون، بس رح أذكركم فيهم بكل الأحوال، ورح نتعلمهم باللغة الإنجليزية. شو رأيكم نعمل هيدا التمرين يلي هون موجود عندي على هالورقة؟ months of the year. months of the year يعني أشهر السنة. months يعني شهر، months في S بالآخر يعني أشهر، year يعني سنة. months of the year. السؤال هو unscramble the words، يعني هون في كلمات مخربطة الأحرف ببعضها ونحن بدنا نركبهم تتطلع الأسامي الصحيحة تبع كل الأشهر. طلعوا على أول شهر، في U Y J N A R A J N A R A، يعني بيشبه January. January هو أول شهر من سنة، بتبلش ب J A N U A R Y. January. January هو the first month of the year. تاني وحدة R Y F B E U February. February بيشبه الأحرف الموجودين هون. February is the second month of the year. F E E R February. February. February is the second month of the year. بعدين شو the third month، تالت شهر؟ في عنا H C M R A، يعني March. M A R C H. January, February, March. What is the fourth month of the year؟ رابع شهر من السنة. April. لاحظوا هون محطوط L A P I R. إذا ضبطنا الأحرف بتصير April. A P R I L. April is the fourth month of the year. بعدين شو قولكن في Y و A و M؟ شو قولكن هيدا المانس عرفتوه؟ مزبوط، May. May. May is the fifth month of the year، هو الشهر الخامس، May. بعدين شو في عنا؟ E N J U، يعني جون. هيني جون، J U N E. جون هو شهر ستة، the sixth month of the year. January, February, March, April, May, June. من بعد جون في عنا July. J U L Y. July هو الشهر السابع، the seventh month of the year. من بعد جولاي بصير عنا شهر 8 يلي هو أوغست. طلعوا على الأحرف، بلش بال A U G U S T. أوغست شهر 8. أوغست is the eighth month of the year. من بعد أوغست شهر 9 هو T M E S P E R B E، يعني تقريبا بتشبه سبتمبر. فيني بلش بالاس هون، اي بي تي اي ام بي اي ار. سبتمبر از ذا 9th month of the year. بعدين عنا اكتوبر،
October is the 10th month of the year. وبعدين عنا November. November يلي هو ال 11th month of the year. وآخر شهر من السنة, the last month of the year, هو December. December. نرجع نعيدهم بعد مرة. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. هيدول هن 12 months of the year. هن كلهم سوا 12 يعني 12. حفظون منيح ورا بعضهم لأنه هيك بتقدروا تساعدوني بالتمارين اللي جاية. وهلأ مع بعض لما نروح على الفقرة اللي جاية رح أقدر أعرف إذا أنتوا حافظينهم منيح أو لا. ركزوا واكتبون عندكم كمان, وما تنسوا كيف عم نكتبون, اكتبون بالشكل الصحيح. وخلونا نروح سوا للفقرة اللي جاية. Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator, 9 is greater than 2. Yummy! 5 is less than 8. Oh no! 20 is greater than 15. Yummy! 30 is less than 50. Oh no! No! Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator, I choose the greater number. Yummy! I leave the one less than. Of course! Give the greatest numbers and take the less for yourself. Ali the alligator loves to eat the numbers, the number that is greater. Ali the alligator. وهلا رح نعمل كمان بعض التمارين على اللوح. اول شيء خليني اذكركم انه we have 12 months in a year. في عنا 12 شهر بالسنة الواحدة. 12 months in a year. رح أعطيكم أمثلة. إذا قلت لكم إنه أخي my brother عمره سنتين وخمس شهور, يعني 2 years خمس شهور يعني 5 months. اوكي, يعني هو قديش عمره, كم شهر كلهم مع بعض؟ اذا هو عمره 2 years and 5 months, how many months is my brother, كم شهر منقول عمره؟ نحسبهم. اذا هن 2 years سنتين, كل سنه فيها 12, يعني اول سنه هي 12 بلس بزيد عليها تاني سنة, ما هيك؟ لأنه هو عمره سنتين, 12 وكم شهر فيه؟ 5. تتذكروا الأديشن وال هيدي الطريقة يلي بنكتبها يلي هي vertical, بنكتبهم تحت بعض ال ones أول شيء وبعدين ال tens تحت بعض بنبلش فيهم. يعني بنعمل 2 plus 2 بتعطيني 4, 4 plus 5 بتعطيني 9, وهون 1 plus 1 بتعطيني 2. بيكون عمره خيي 29 months. My brother is 29 months old. اوكي؟ لكن حسبتهم بالأشهر. إذا هو عمره سنتين وخمس شهور يعني هو عمره 29 شهر.
عظيم. رح أعطيكم مثال آخر. بعد 3 سنين أنا بصير بجريد 10. يعني after how many months؟ يعني بعد كم شهر أنا بصير بجريد 10؟ 3 years. مش نحن بنعرف إنه بكل 1 year في 12 months؟ بكل بساطة لازم أعمل هيدي 1 year 12 months plus 2 years تانية 12 وتالت سنة 12. vertical addition 2 plus 2 4 plus 2 6 1 plus 1 2 plus 1 3. يعني فيني اكتب هون after 36 months I will be in grade 10. بصير بالصف العاشر من بعد 36 شهر. يعني إذا سمعتوا حدا عم بيقول 36 شهر بتعرفوا إنه 3 سنين. هيني كمان رح أعطيكم مثال. أختي عمرها 1 year. جارتها هي her friend، هي صديقتها إذا بتكون her friend is 9 months old. عمرها 9 أشهر 9 months. إذا أختي عمرها 1 year ورفيقتها عمرها 9 months، مين بيكون أكبر؟ أختي أو رفيقتها؟ Who is older, my sister or her friend؟ كيف منعرف؟ منشوف إنه 1 year هي 12 months ورفيقتها هي 9 months. أي رقم هو أكبر؟ أكيد 12. تتذكروا؟ يعني أختي هي أكبر من رفيقتها. قديش هي أكبر منها؟ تنعرف الفرق؟ نعمل الرقم الأكبر ماينس الرقم الأصغر. تتذكروا 12 minus 9 2 minus 9. ما فيني بروح بجيب من عند الجيران، بتصير 12 minus 9 يعني 3. في فرق بيناتهم 3 months 3 أشهر. أختي أكبر من رفيقتها ب3 أشهر. وهيك أنتو فيكن تحسبوا الأعمار كمان بهيدي الطريقة بالأشهر. فإذا لما نعرف إنه في 12 months in a year، لما نعرف إنه في 12 شهر 12 months in a year بالسنة، يعني فينا كتير نحسب أشياء ونعرف الأرقام الصحيحة. اكتبوا هيدي الأمثلة عندكم وافهمون منيح، وخلينا نروح مع بعض للفقرة اللي جاية. وهلأ كمان رح نتابع مع بعض التمارين على اللوح. كمان رح أعطيكم أمثلة تبون عندكم. My birthday، عيد ميلادي، is on the 7th month of the year. يعني عيد ميلادي هو بالشهر السابع من السنة. عيد ميلاد أختي هو 4 months later، يعني من بعده ب4 أشهر 4 months later. إذا أنا عيد ميلادي 7th month من السنة، يلي هو شو بيكون؟ تعالوا نحسبهم. بنقول January، February، March، April، May، June، July، July. يعني عيد ميلادي أنا بجولاي. اوكي، لكن جولاي هو the 7th month
of the year. عيد ميلاد اختي 4 months later. بعد 4 أشهر من جولاي. يعني من بعد جولاي في أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر. يعني عيد اختي بيكون بنوفمبر. كيف عرفنا؟ عدينا 4 أشهر من بعد الشهر السابع، لأنه أنا عيدة بالشهر 7، اختي عيدة 4 أشهر من بعد عيدة، من بعد جولاي في أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر. فإذا عيد اختي بيكون بنوفمبر. بعطيكم مثال آخر. عيد الماما، أمي عيد ميلادها بأكتوبر. أوكي؟ عيد أمي بأكتوبر. من بعد كم شهر تيرجع يجي عيدها مرة تانية؟ كل قديش نحن من بعد كل كم شهر بيجي عيد ميلادنا مرة تانية؟ يعني إذا اليوم عيد ميلاد حدا منكم، تحسبوا قديش حتى يرجع يجي بعد مرة تانية عيد ميلادكم وتكبروا سنة؟ نكبر سنة، يعني after 12. ما هيك السنة هي 12 months. It will be her birthday again. بيرجع بيجي عيدها مرة تانية after 12 months. كل واحد منا إذا عيد ميلاده مثلا، أنا عيد ميلادي بجولاي، بعد 12 months بيرجع بيجي جولاي مرة تانية بنفس الشهر، بيرجع بيجي عيد ميلادي مرة تانية وبكون كبرت 1 year، يعني 12 months. أوكي؟ كمان رح أعطيكم مثال. إذا عيد رفيقتي أو إذا في حفلة، خلينا نقول حفلة آخر السنة بماي، بعد 5 أشهر نرجع نعمل حفلة عيد الأب مثلا. حفلة آخر السنة بماي، بعد 5 أشهر في عنا حفلة تانية بنعزم فيها بيتنا لحتى نحتفل فيهم. يعني بأي شهر حفلة عيد الأب؟ إذا بماي حفلة آخر السنة، بعد after، يعني بعد 5 months في الحفلة التانية. يعني أي شهر بتكون تاني حفلة؟ ماي، بعد من بعدها 5 أشهر. ماي، جون، جولاي، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر. لكن الحفلة التانية بتكون بأكتوبر. فهمتوا كيف؟ اكتبوا هاو الأمثلة عندكم وخلينا نروح مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. First month, January. Second month, February. Third month, March. Fourth month, April. Fifth month, May. Sixth month, June. Seventh month, July. Eighth month, August. Ninth month, September. 10th month, October. 11th month, November. 12th month, December. وهلا وصلنا لاخر فقره بحصتنا. بهيدي الفقره رح نلعب لعبه. بهيدي اللعبة رح نستعمل كالندر. كالندر يعني رزنامة. بهيدي الرزنامة عادة بنشوف the 12 months of the year أساميهم، بنشوف بقلب المونث الويكس الأسابيع، وكمان بنشوف الدايز لما نقول نحن بأي يوم بالشهر قديش في اليوم بالشهر. هيدول بيكونوا الأرقام اللي موجودين على الكالندر. اللي رح نعمله انه رح استعمل زهر لحتى شوف اي رقم بيطلع لي
وعلى أساس الرقم اللي بيطلع لي هون بشوف شو هو اسم هيدا المانث of the year. يعني بعطيكم مثال 3 number 3. شو هو من دون ما تطلعوا، جربوا اعملوها من دون ما تطلعوا، شهر 3 the third month of the year هو January, February, March. خلينا نشوف اذا مزبوط. March مزبوط، كثير منيح. منكمل ستة، 6 number 6. أي شهر من السنة؟ Which month of the year؟ خلينا من دون ما نتطلع على الكالندر نعدهم، منقول January, February, March, April, May, June. لكن هيدا شهر جون، سادس. خلينا نشوف إذا مزبوط. جون صحيح. فيني قول إنه تعلمت أحفظ هيدا الاسم تبع الشهر السادس هو جون. كمان مثال آخر 2 second month of the year. second month of the year January, February. February مزبوط. كمان 3 third month of the year January, February, March. لكن هو March. عظيم. هلا رح استعمل الزهرين لحتى اقدر اوصل لارقام اكثر، لحتى اتعلم الاشهر الثانيه من السنه. عندي 4 و 2. 4 و 2 هن 6، يعني جون تعلمناه قبل شوي. اخر مثال رح اعطيكم اياه 3 و 3، كمان 6، يعني جون. بدكم نجرب بعد مرة، هيك بيطلع لنا غير شهر تنحفظه. 3 و 2، 3 و 2 هن 5 بعد January, February, March, April, May، يعني May. خلينا نشوف number 5 هو May. مزبوط. وهيك انتو فيكن تكملوا قد ما بدكن، بتكبوا الزهر والزهرين يمكن يطلع لكم مثلا هون 6 وهون بيطلع لكم كمان 6 او 5، هيك بتعرفوا الشهر 11 وشهر 12، هيك بتقدروا تعرفوا كل اشهر السنه من خلال هيدا اللعبه. فيكن تطبقوها كمان على الدايز اذا بدكن، او على الويك مثل ما انتو بتحبوا. وهيدا كان كل شيء بدي اعلمكم اياه لليوم بحصتنا. اكيد رح يكون في عنا بعد حصص ثانيه نتعلم فيها اشياء اكثر. قبل ما ودعكن بدي اذكركن انه نحن كتير منحب تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك، العنوان اللي عم يبين قدامكن على الشاشة www.facebook.com، والصفحة اسمها مدرستي سات 7 كيدز. بعتولنا واكتبولنا ونحن رح نكون كتير فرحانين بمشاركتكن. هيدا كل شي لليوم، هلأ بودعكن وبرجع بشوفكن بحصة جديدة. باي. Three 358 is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form.